مخيم عطلة للجميع، لعب تربية والترفيه. شحال يعجبني بكل ما فيه، لعب وتربية وترفيه. شحال يعجبني بكل ما فيه، لعب وتربية وترفيه. شحال يعجبني يعجبني مخيمي، شحال يعجبني يعجبني مخيمي. اليوم تنطلق فعليا فعاليات البرنامج الوطني عطل للجميع لسنة 2019، وهذا البرنامج الذي شهد هذه السنة عدة تغييرات على المستوى المضمون وعلى مستوى التدبير كذلك. على مستوى التدبير تم اعتماد منصة إلكترونية من أجل تدبير هذا البرنامج، وذلك من أجل تقريب مختلف الخدمات لهذه الفئات المستفيدة من هذا البرنامج، جمعيات وطنية، مؤسسات اجتماعية إلى آخره. وهي أيضا مناسبة لنشكر كافة الفاعلين والمتدخلين في إنجاح هذه العملية التي تجرب لأول مرة، والتي أعطت مفعولها وتجاوب مع العديد من الجمعيات والعديد من الفعاليات. البرنامج كذلك يشهد مجموعة من الإجراءات، ونذكر منها على المستوى البنيوي تأهيل مجموعة من الفضاءات، إحداث فضاءات جديدة، استكمال جهاز مختلف الفضاءات، تأهيل الفضاءات الخاصة بتخيم خاصة مخيمات الأطلس المتوسط، تأمين كافة المستفيدين من عملية التخييم والتي أصبحت الوزارة تحملها هذه السنة وفق شروط وإجراءات وضمانات جديدة. أيضا النقل التكميلي، ونحن الآن نتواجد في المحطة تمكناسي، تعتبر محطة تاريخية للعبور، حيث يستفيد من هذا النقل مختلف الجمعيات التي تستفيد من النقل، وهي خدمة تقدمها وزارة الشباب والرياضة بالمجان لفائدة الجمعيات وفائدة الأطفال المستفيدين من التخييم خاصة المتوجهين إلى الأطلس المتوسط. عدد مستفيد من هذه المرحلة الأولى، أنتم تعرفون بأن هذه المرحلة الأولى هي مرحلة بداية، وهناك تصاعد للمستفيدين عبر مراحل أخرى. المرحلة الأولى عدد مستفيدها يتجاوز 15,000 مستفيد في مختلف المراكز التخييم. بطبيعة الحال هناك إضافة فضاءات أخرى جديدة التي ستعرف توسيع للخريطة المستفيدين، مؤسسات تعليمية، دور الطالب، مؤسسات فندقية إلى آخره. ولكن في هذه المرحلة نقتصر على الفضاءات الخاصة بوزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة، على اعتبار أن باقي الفضاءات الأخرى لا زالت غير شاغرة نظرا لعدم استكمال المسلسل الدراسي والتكويني لفائدة هذه المؤسسات. لا ابدا، وليس هناك تخلي. وحضورنا هنا في مكناس هو دعم لهذه المحطه، والتي تعتبر محطه تاريخيه فيما يخص نقل الاطفال المستفيدين. وجرت العاده ان ننظم استقبال الاطفال، يحضره بعض المسؤولين ساميين من الوزاره الى اخره. ولكن هذه السنه ليس هناك تغييب، ولكن كل ما هناك انه هناك ادراك تفكير في محطات اخرى لانطلاق هذا البرنامج الوطني، وسيكون بالتناوب عبر جهات المملكه. هذه السنه ستكون طنجه هي المحطه المقبله لنقل الاطفال المستفيدين من هذه العمليه. ونعتبر ان هذا النقل هي مساله داخله في اطار الاحتياطات والاجراءات التي تقوم بها الوزاره. ليس هناك تغييب، ليس هناك تخلي، بالعكس هناك اجتهاد في تطوير الخدمات، واعتبر هذه خدمات عاديه يجب ان تمر بسلاسه دون
تقصير في مختلف الأجيال، ليس هناك أي تقصير تجاه هذا البرنامج، بالعكس مدينة مكناس هي مدينة عزيزة وهي تحتضن بين أحضانها العديد من الفعاليات، وجهة مكناس فاس تعتبر هي القطب النابض للبرنامج الوطني عطلة للجميع. اليوم كتعطي انطلاقة العبور بمحطة مكناس، هذه محطة تاريخية في إطار برنامج وطني عطلة للجميع بمشاركة كافة المتدخلين، الصحة، الأمن، الهلال الأحمر، النقل، السكك الحديدية على رأسهم، وأيضا الهيئات المنتخبة. وبالنسبة لنا احنا كقطاع في هذه السنة هذه كاينة رؤية أخرى للوزارة، وهذه ماشي أول مرة بحيث كيتعطى انطلاق هذه السنة من طنجة، وماشي أول مرة فيتعطى انطلاق من هرورة، فيتعطى من الجديدة، ولكن كتبقى محطة العبور محطة قوية في برنامج وطني المخيمات. إذا كان هذه السنة هذه ما دارتش عملية الانطلاقة الرسمية من مكناس، فهذا فيتوقع في محطات سابقة كيف شرط، بالضبط فرورة في 2007 وهذا العام في طنجة، وأيضا في جديدة 2010. كنظن باللي محطة مكناس محطة تاريخية، ودائما كيكون عندها طابع خاص، لأن هي القلب النابض والبداية الفعلية لمخيمات الأطلس. بالنسبة للنقل التكميلي كيف قلت كاينة مشاركة ديال كافة القطاعات المتدخلة، كتشوفوا الإسعاف، الوقاية المدنية، الصحة، الأمن، الدرك الملكي، كانت هناك اجتماعات مسترسلة تحت إشراف السلطات المحلية. نقدر نقول باللي هذا الموسم كاينة الجودة بشكل قوي، كنقولها بكل مسؤولية، كاينة الجودة لا من ناحية الحافلات، لا من ناحية نوعية الحافلات، لا من ناحية التنظيم، لا من ناحية الحضور، مواكبة ديال السلطات المحلية والقطاعات المتدخلة، كافة المجهودات مبذولة. وكنتمنى لجميع الأطفال باش يستافدوا، خاصة في إطار شعار المخيم متعة وتعلم، كنتمنى باش يتمتعوا ويتعلموا من هذه الفترة ديال العطلة الشيء الكثير، وكنتمنى لهم عطلة سعيدة. شكرا. أخبار مكناس 14. شكرا.